ان انا لميت حاجتي خلاص. طب شوفي هناخد ايه تاني معانا عشان بعد ما يخلص ويمشي من هنا على طول. انا خلاص ما بقتش قادره اقعد في الفيلا دي فيها تانية واحدة. بس ما تعيطيش. ايه يا يحيى؟ مفيش جديد؟ لا مفيش. طب هم هيخلصوا امتى؟ أستاذ طاهر كان متعود يحتفظ بأكتر من نسخة من نفس الكتاب. بيبقى دايما في نسخة هنا في البيت والنسخة التانية بتبقى في الدار، بس عمره ما ساب هنا نسختين. يعني مفيش، احنا بنحاول نساعد. من فضلك انت كده بتبوظ الشغل بتاعي. والله انا اسف، اتفضل كمل شغلك.